بكل تداوينا فلم يشف ما بنا، على أن قرب الدار خير من البعد، ولكن قرب الدار ليس بنافع إذا كان من تهواه ليس بذي ود. والحياة كئيبة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. لا أنت قلت ولا سمعت أنا، هذا حديث لا يليق بنا، إن الكرام إذا صحبتهم ستروا القبيح وأظهروا الحسن. هو الحب فاسلم بالحشا، ما الهوى سهل، فما اختاره مضنا به وله عقل، وعش خاليا فالحب راحته عنا، وأوله هزل وآخره قتل. ويا ربي حبب كل طفل فلا يرى، وإن لج في الإعنات وجها مقطبا، وصن ضحكة الأطفال يا ربي، إنها إذا غردت في ظامئ الرمل أعشبا. ما همني لو بالهوى بحتي، أو أنت طول العمر ما بحتي، يكفي إذا أحداقنا اجتمعت أطرقت في خجل وأطرقت. ويا ربي إذ صيرت ليلى هي المنى، فزني بعينيها كما زنتها لي، وإلا فبغضها إلي وأهلها، فإني بليلى قد لقيت الدواء هي. إن العيون التي في طرفها حور قتلنا، ثم لم يحيين قتلانا، يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به، وهن أضعف خلق الله إنسانا.